الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. فوتون واحد قادر على نقل 10 بت من البيانات. قام فيزيائيون بتحطيم الرقم القياسي لكمية المعلومات التي يمكن لفوتون واحد أن يحملها. تعتبر الفوتونات ناقلات مثالية للبيانات الرقمية، والتي تكون على شكل أصفار وواحدات. وهذا يوحي لنا بأن الفوتون الواحد قادر على حمل بت واحد من البيانات، أي إما صفر أو واحد. ولكن ذلك ليس صحيحا، فمن الناحية النظرية لا يوجد حد لكم المعلومات التي يمكن لفوتون واحد أن يحملها. وهنا يتبادر السؤال في ذهننا، كم من البيانات يستطيع العلماء حملها في فوتون واحد؟ أو ما هو الكم الذي تسمح به تكنولوجيا العصر؟ الإجابة على هذا السؤال متوفرة، وذلك بفضل جهود تريستان تينتر وزملائه التي قدموها في جامعة توينت بهولندا، حيث تمكنوا من جعل الفوتون يحمل أكثر من 10 بتات. تعتبر الطريقة المتبعة بسيطة جدا نظريا، يمكن فهم الفكرة من خلال ربط الفوتون مع عنصر محدد يحتوي على مجموعة من العناصر، وهذا يعني أن الفوتون سيحتوي على الكثير من المعلومات. لفهم ذلك لنتخيل مثلا أن لدينا مجموعة مكونة من عنصرين كالرموز الثنائية 0 و1. يمكن لكل عنصر أن يشفر بتا واحدا من البيانات، وبالتالي سنحتاج إلى بت واحد لوصف كل عنصر من هذه المجموعة. أما إذا تناولنا مجموعة أكبر فإننا نحتاج إلى بيانات أكثر لوصف كل عنصر في المجموعة بشكل دقيق، وهذا يعني أن كل عنصر بإمكانه تشفير ذلك القدر الأكبر من البيانات. كمية البيانات الفعلية التي تحتويها أي مجموعة يتم احتسابها من خلال لوغاريتم عدد عناصر المجموعة للأساس 2. فعلى سبيل المثال، لو اعتبرنا مجموعة الأرقام العشرية المؤلفة من 10 عناصر من 0 إلى 9، فإننا نحتاج تقريبا إلى 3.3 بت من البيانات لوصف كل رقم. هذا الرقم هو لوغاريتم 10^2. كذلك بالنسبة للأبجدية الإنجليزية والتي تحتوي على 26 حرفا عنصرا، نحتاج إلى 4.7 بت من البيانات لوصف كل حرف. بهذه الطريقة تمكن الباحثون من جعل كل فوتون يحمل أكثر من 10 بت من البيانات، حيث استعمل تريستان وزملائه مجموعة مكونة من 9027 عنصر، كل عنصر يحتاج إلى 13 بت لوصفه. لوغاريتم 9027 للأساس 2 يساوي تقريبا 13. إنشاء تلك المجموعة من العناصر لم يكن صعبا، فكل ما تطلبه الأمر هو توصيف شبكة من البكسلات أبعادها 112 × 81، الحاصل هو 9027 بكسل. المرحلة التالية كانت إرفاق تلك العناصر بالفوتونات، حيث قاموا بتوجيه الفوتونات على تلك الشبكة، وعند كل اصطدام فوتون بكسل يقوم البكسل بتسجيل وصول الفوتون، وبالتالي يقوم البكسل بتسجيل نفسه على الفوتون. الخدعة في نجاح تريستان وزملائه تكمن في توجيه فوتونات منفردة على الشبكة بدقة عالية جدا. توجه الفوتونات عادة باستخدام مرايا تعكس الفوتونات على مواقع محددة ومعينة، ولكن ما فعله تريستان وزملائه هو استعمال جهاز المغير المكاني الضوئي Special Light Modulator. يقوم الجهاز بتغيير اتجاه الفوتون من خلال استخدام تأثير حيود الضوء، وبذلك يتم توجيه الفوتون نحو وجهة دقيقة. لكن حقيقة أن الفريق يقوم بإرسال فوتونات مفردة قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، إذ أن أي فوتون ضال يمكن أن يشوش الإشارة بأكملها. يمكن تفادي هذه المشكلة وذلك بإطلاق أزواج من الفوتونات عوضا عن إطلاقها مفردة، ومن ثم تحميل أحد الزوجين فقط بالبيانات من البكسل في الشبكة. أما الفوتون الثاني فهو لتنبيه العلماء من اقتراب الفوتون الأول من البكسل المستهدف،
وبهذا يقوم العلماء بتفعيل البكسل عند لحظة وصول الفوتون الأول تماما، وهذا يؤدي إلى تخفيف تأثيرات الفوتونات الضالة، ومن ثم إلى إزالة التشويش والمضاعفة غير المرغوب بها في الإشارة. ولكن لا تزال هناك مشاكل أخرى، إذ أن هناك ضجيج في الخلفية، الأمر الذي يجعل الفوتونات تحمل كما من البيانات أقل من القدر النظري المتوقع. يقول تريستان وزملاؤه: استطعنا تسجيل كم كبير من المعلومات على فوتون واحد، وصل ذلك الكم إلى 10.5 بت لكل فوتون. إن هذا الأمر هو تحطيم للرقم القياسي السابق الذي كان 7 بت لكل فوتون، وهو أيضا يفتح أفاقا جديدة لربط كم أكبر من البيانات، وذلك بتوسيع شبكة البكسلات. زيادة كم المعلومات التي يمكن لكل فوتون أن يحملها له تطبيقات مباشرة. فعلى صعيد الفيزياء، يقوم الفيزيائيون باستعمال تلك الخاصة في تطبيقات مثل توزع المفاتيح في التشفير الكمي،